بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده من برنامج انت ثروه. احنا دايما في حلقاتنا كلها بنتكلم عن المشاكل الاسريه والمشاكل الزوجيه، يمكن بسبب ان في نسبه كبيره جدا يعني بيبقى نهايتهم الطلاق والانفصال، سواء عن طريق الطلاق بالمحاكم او الخلع. طيب ايه اللي بيخلينا نوصل لهذه المرحله وهي مرحله خلاص الانفصال؟ أكيد في أسباب كتيرة جدا، ومنها النكد والعند بين الأزواج. العناد بين الأزواج طبعا لازم يورث النكد، والنكد بيورث الانفصال. فهنتكلم عن العناد ما بين الأزواج والنكد مع الأستاذة أمنية عبد الرازق، أخصائية تعديل سلوك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة أمنية، نورت النهاردة ببرنامج أنت ثروة. يمكن في كتير من الضغوطات والمشاكل الحياتية واليومية اللي بتواجه كتير من الأزواج، واللي للأسف الشديد مش بيقدروا هم يواجهوها فبيضطروا للانفصال، ودي بتبقى المرحلة الأخيرة. فلما أجي أتكلم عن العناد، هل هو سبب في الانفصال ولا لأ؟ انا عايزه اقول لك ان اغلب المشاكل اللي بتجيلي في الاستشارات، وسواء في الجلسات او استشارات هاتفيه او كده، بيكون سببها كلها هو مشكله العند، ان اصلا هما اتجوزوا على طول. انا دايما بقول يا جماعه، قبل مرحله الزواج وقبل ما ندخل في ان احنا خلاص هنتجوز، لازم فتره الخطوبه دي يكون في دراسه للشخصيات. انا ايه عيوبي وايه مميزاتي، والانسان او الشخص اللي انا هرتبط بيه ايه عيوبه وايه مميزاته. ده ضروري جدا ان احنا نعمله قبل الزواج. ولكن اللي بيحصل طبعا ان احنا بنقعد نحب بعض، ننسى، نقعد هنجي هنقعد نقول نرسم حياة وردية بقى، او وهعمل لك لافلي وهخرجك ودباديب والحاجات دي، وهسفرك وكل ده، وفي الاخر في يصطدم الاخر بالواقع. بنلبس في حيطة حتى ساعات. بالظبط، هما مش بيبقوا عايشين، هما للاسف يكونوا عايشين حياة الخيالات. اوكي ماشي، بس لازم يكون في جانب واقعي. يمكن انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هل الخيال اللي احنا بنعيشه ده سببه ان احنا بنبقى لسه صغيرين في مرحله المراهقه، فبتبقى الحياه ورديه وبنحلم وكمان كتير؟ مفيش مسؤوليه. يمكن ما انا جايه لك اهو، ولا احنا يمكن ما هو سبب ان احنا كنا صغيرين، الزواج في سن مبكره، ولا يمكن ان انا فعلا لو كنت استنيت شويه، بلاش نتزوج مبكرا ونستنى لما ننضج نعرف نفكر كويس. في هذه المرحلة ممكن يكون الاختيار اختيار سليم، ولا هو سواء كنا كبار في السن أو صغيرين فبالتالي هي لا في عناد وفي تعالي مشاكل؟ كده نقارن ما بين واحدة اتجوزت وهي عندها 18 سنة، وواحدة تانية اتجوزت وهي عندها 25 سنة. ال 25 سنة ديت هتلاقيها راحت جت، بقى عندها خبرات، قادرة انها تشيل مسؤولية الى حد ما. تمام، ده بس يعني بنتكلم كالعموم يعني. طيب تعالي نشوف ال 18 سنة دي، خلاص لسه مخلصة دراسة، اهلها جوزوها، بتدخل تلاقي بقى حياة تانية خالص، هي اللي شايلة المسؤولية، شايلة كل حاجة في البيت. ويمكن الزواج مبكر ده هو اصلا اسباب كتير جدا جدا بتؤدي لمشكلة الطلاق. ان احنا بنجوز ولادنا وبناتنا بدري، عايزين بقى نخلص، زي ما موجود في المصطلحات بتاعت الأرياف، البنت أول ما تيجي 16 17 18 سنة نخطبها ونجوزها. تيجي البنت تتجوز من هنا، هي مش مدركة يعني ايه حياة زوجية، مش مدركة يعني ايه مسؤولية، مش مدركة يعني ايه تربية أطفال أصلا. يعني معظم المشاكل بتاعت الأطفال لما بتيجي تتكلمي مع الأم، هي مش عارفة يعني ايه تربية أطفال. هي كل اللي تعرفه، هي ملتقدة من باباها ومامتها وهي صغيرة، إن أنا لما هيجي ابني يغلط هضربه، انما ما تعرفش هربي ابني ازاي، هاكله ازاي، ايه الحاجات المفيده له، ايه الحاجات الضاره. لا، هما بيسيبوا عيالهم كده وخلاص يكبروا، وبتبدا الدايره تكمل. طبعا الحلقه كلها هتبقى عن العناد ما بين الازواج، وان هل النكد سبب العناد. ولكن انا كان معايا ماتيريال في الاول، وكنت عايزه ابدا، بس يعني في مشكله كانت معانا وكانوا الاهل بيستغيثوا بينا، فكنت اتمنى ان يعني ابدا بها الحلقه، بس مش عارفه الماتيريال جاهز ولا لسه. الماتريال جاهز لسه؟ طيب لا، يا ريت نحاول نسرع بس في ان هو يجهز، عشان انا كنت عايزه ابدا بيه قبل ما ابدا حلقات الاساسيه. فلما يجهز يا ريت تبلغوني بعد اذنكم. هنرجع تاني ونكمل حديثنا عن النكد العناد. والعند. النكد والعناد. انا عايزه اقول لك هي ان الحياه كلها، الحياه كلها اصبحت نكد للاسف، مش بس في الحياه الاسريه، لا ده كمان الحياه العمليه والله احنا اللي بنعمل والحياه في نفسنا كده. الاجتماعيه.
والمشاكل بصي والأذية، حاجات كتير بجد الواحد أصبحت الضغوطات كبيرة جدا علينا ومش قادرين نستحملها. ليه بقى؟ إيه السبب؟ ليه بقى؟ لأن احنا بنفضل عرضة طول اليوم لضغوطات في الشغل وضغوطات في البيت وضغوطات مع الأولاد، ضغط ضغط ضغط، بنيجي في النهاية مش بنفرغ كل الضغط ده ومش بنعمل عملية تفريغ نفسي سليم، فبالتالي بنصاب بالضغوطات الكبيرة دي. ماشي. طيب برضه لما اجي اتكلم عن اسبابه، يعني اكيد ليه عده طرق وعده اسباب اسباب. النكد ولا اسباب الضغوطات؟ اسباب العناد، ايه اللي بيخلي الزوجين يوصلوا طيب لمرحله العناد ومين السبب في كده؟ طيب انا دلوقتي لما بيجي لي ام بتقول لي انا ابني عنادي، بسالها اول سؤال هل انت عناديه معاه ولا لا؟ تمام كده؟ بتقول لي اه انا بعند معاه وبتعصب معاه وهكذا. طيب الطفل ده لو اتساب عنادي، هي لما هيكبر ويطلع اب او ام، ايه النتيجه بتاعت الطفل ده لما هيكبر؟ هيطلع هو كمان عنيد. اذا يبقى هنا اول سبب في مشاكل العند عند الناس الكبيره هي مشكله الطفوله. اي حاجه بتحصل لنا في الطفوله بتترسخ في ذهننا لحد ما بنكبر. تاني حاجه عندنا زي الشخصيات النرجسيه، الشخصيه النرجسيه دي دايما بيبقى شايف هو صح، انا كلامي ده صح، انا كلامي ما فيهوش نقاش، اللي هو واللي انا انا بقوله وصلت لمرحله نضج وفكر وده هنا ووعي، بيكون فانا اضطراب مش نفسي. هسمح لحد ان لا يغلطني في ده رايي. اضطراب نفسي اصلا. الشخصيه النرجسيه دي لازم ولا بد انها تتعالج، وهو اصلا مش بيكون مدرك اللي هو لا انا صح في كل حاجه، وده برضو بيكون من عيوب تربيه ومن عيوب التنشئه بتاعه الاسره. لا، ما انا هتكلم عن التربيه وسببها، يعني ما لازم كلنا نفهم برضو هل تربية الأبناء إن هم يبقوا ذكور في مجتمع شرقي هي بتبقى السبب، ولا التربية سواء للبنت والولد على السواء، ولا إيه بالظبط؟ بس الماتيريال جاهز يا جماعة، خلينا بس ناخد الفقرة دي. جاهز؟ طب خلاص خلينا نطلع بيه. طيب إحنا معانا فقرة للعمارة اللي وقعت في شارع القصر العيني، وللأسف الأهالي هناك متضررين جدا من عدم يعني السؤال عليهم وعدم اللي هو الاستغاثة، يعني هم مش عارفين يستغيثوا يلجأوا لمين ولا يستغيثوا بمين. ففي ناس كتيرة ساكنة في العمارة تم تعويضها ان هي خدت شقق بديلة في حي الأسمرات. طيب بالنسبة للناس اللي كانت متأجرة وبالنسبة للناس اللي كانت لها مكاتب هناك، طيب خلينا نشوف الفيديو وناخد اتصال بعض المتضررين من العمارة ونرجع لكم تاني. بنعتذر لجميع المتضررين، في مشكلة عندنا في الصوت فمش عارفين يتصلوا بيهم، ولكن أنا أتمنى أن حد يسأل عليهم. متضرري عمارة القصر العيني كانت أحدثت ضجة على وسائل السوشيال ميديا، ولكن للأسف هناك كثير من المتضررين مش عارفين يوصلوا للمسؤولين ولا عارفين يكلموهم ولا عارفين مصيرهم إيه بعد ما وقعت العمارة. هنكمل حلقتنا عن العناد ما بين الأزواج، وإن العناد بيسبب النكد وفي الآخر بيحصل انفصال ما بين الأزواج. يمكن أستاذة أمنية قلت إن التربية أحد أهم الأسباب في العناد ما بين الأزواج. طيب هي علشان إحنا ربينا الولد إنه يبقى ذكور في مجتمع شرقي إن لازم كلمته هي اللي تمشي، ولا كمان في مشكلة عند الست إن الاتنين بيحاولوا يعندوا مع بعض، أو إن هي بتحاول ما تبقاش ضعيفة الشخصية فبتظهر قوتها عن طريق العناد؟ تعالي نتكلم على حاجة مهمة جدا في علم النفس بنسميها المفاهيم المغلوطة، أو دايرة الموروثات اللي احنا بنورثها من أهلنا مغلوطة، حاجات فيها غلط كتير. زي مثلا لما بنقول للولد البيبي الصغير ما تعيطش عشان انت راجل، الكلمة دي بتتولد عند الطفل ان انا في مواقف معينة انا استحالة ان انا اعيط، وده غلط. المفروض اصلا سواء ست سواء راجل، انا لما احب ان انا اعيط او احب ان انا ابين مشاعري لازم ان انا ابين مشاعري، لان لو انا دريت مشاعري ده بيبقى اصلا غلط. فغلط جدا ان انا اضرب ابني ان انا راجل يبقى اضرب، يبقى اكون عنيف، يبقى اكون عندي، يبقى كلمتي هي اللي تمشي. الكلمات دي كلها بقولها لان دي اللي بنلاقيها عند الرجاله الكبار. لما تيجي تتكلمي معاه عن اصلا يعني ايه مفهوم الرجوله عنده، لان معظم المشاكل اللي بتجيلنا هي كلها بسبب المفاهيم اللي اتكونت عنده غلط. اللي هو انا راجل يبقى انا اللي كلمتي تمشي وانت كلمتك، اللي هو عارفه نظام قيس السيد بالظبط وانت كده. امينه، فتعالي لي بقى انا اعمل فيكي اللي انا عايزه وكلمتي هي اللي تمشي. طبعا مفيش دين، مفيش اي حاجه سواء بقى في علم النفس، سواء دينيا سواء اجتماعيا سواء خلقيا، مفيش حاجه اسمها كده.
نيجي بقى للست، الست بقى اتربت مامتها تقول لها ايه، اوعي تخليه يعمل زي باباكي، اوعي تخليه يعمل زي عمك فبيعمل مش عارفه مين، اوعي تخلي لما تكبري وتتجوزي كذا كذا. فالبنت تبدا تاخد معتقدات وتاخد افكار من مامتها ان انا لازم اكون بقى مسترجله ولازم اكون كلمتي ومش هخليه يمشي كلمته عليا. فبنلغي هنا بقى حوار ومناقشه، بنلغي حته مهمه جدا اسمها الحوار والمناقشه بين الطرفين. هي دي السبب بتاع الخلافات كلها، تبقى بسبب المفاهيم اللي اتربينا عليها غلط. يمكن جميعنا يعني بنعاشر بعض الحالات اللي هي فيها يعني حالة من العناد في الحياة الزوجية أو الحياة الأسرية. كان دايما أنا بحس كانت قدامي حالة إن الأهل كانوا سبب كبير في إن الزوج يطلع عندي ويطلع دايما بيكذب على مراته. إخواته دايما محسين إن بما إنه هو الزوج سواء بنات أو أولاد، لأن بجد أنا حتى استغربت هو في لسه أسرة في كتير صعيدية بتقدس الذكورية لحد الآن، يعني جداً. اللي هو ازاي لا لازم هو يبقى على حق حتى لو هو كذاب، حتى لو هو غلطان، حتى لو هو وهو 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 ظالم الزوجة ويجوا عليها كتير بالظبط كده، ولو مش عاجبك سيبيه وما تاخديش حاجه. ده بصي بقى على اهلها، الظلم. بصي بقى على اهلها، عيشي مفيش طلاق، عيشي واستحملي. احنا ما عندناش حد في العيله اتطلق والله العظيم كتير كانوا بيشتكوا لما يجوا يحاولوا ينفصلوا، لا احنا ما عندناش حد في العيله اتطلق فما ينفعش انت تطلقي ليه، هو على سد شرع ربنا اصلا. طب احنا ممكن يعني الطلاق ده دايما بقول ده اخر حاجه يا جماعه نلجا لها، لما ممكن في ايدينا ان احنا حتى نروح لاستشاري اسري، ناس متخصصه لايف كوتشز مثلا او كده، نقعد معاه ويفهمنا ازاي نتعامل. يعني مكملين حلقتنا عن العناد ما بين الازواج، ولكن بعتذر لحضرتك احنا عندنا فاصل، هنطلع ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في انتي ثروه، وحلقتنا النهارده عن العناد ما بين الازواج والست النكديه والزوج النكدي اللي في الاخر كل المشاكل دي بتؤدي للانفصال. طبعا احنا لازم نعرف اسباب الحاجات دي ايه اولا علشان نعرف بعد كده نحط طرق علاج ليها. كنا اتكلمنا قبل الفاصل عن ان التربيه لها عامل كبير جدا في العناد ما بين الازواج. طيب التربيه ممكن اعالجها ازاي بقى؟ يعني انا دايما الراجل يعني مش لازم والله في الصعيد المجتمع ككله كمجتمع شرقي دايما بيتعامل على ان الراجل طبعا هو اللي لازم يمشي كلمته في البيت، هو اللي كلمته دايما على صواب والمراه كلمتها دايما على خطا، وفي بعض مش بعض المفاهيم لا ده في بعض الاقاويل اللي احنا بنورثها جيل بعد جيل لكل الناس للاسف، وبتبقى خاطئه زي يعني اللي بيشور الست مش عارفه اسمه ايه، ان هو ما تشورش يعني زوجتك لان في الاخر انت هتلبس في حيطه مش حاجه زي كده يعني. في حاجات كتير زي جدا زي المثل بتاع اللي يمشي ورا العيال مثلا حاجه زي كده يعني. لا مش عارفه شور حاجه كده ولا تشور الست، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما لما بيجي يعمل لما بيجي يخوض حروب كان بيستشير زوجاته، ما كانش بيعمل حاجه دون الرجوع يعني لاحد زوجاته. يعني في احاديث كتير عن السيده عائشه وطبعا وان هي كانت دائما ما بيستشيرها الرسول في حاجات كتيره جدا، وام سلمه يعني في غزوه الخندق كان الرسول صلى الله عليه وسلم بياخد مشورتها، في الحج كمان ان يعني السنن بتاعه الحج او الاحرام بتاع الحج ان الراجل يحلق، هو لو والحاجات دي كلها كانت زوجات النبي هم اللي كانوا يعني سبب تشريح فيها. لو جيتي بصيتي على الخلافات هتلاقي الايام دي كتير لان الناس كتير جدا بعدت عن الناحيه الدينيه، ما عدناش مهتمين بيها، ما انا بقينا بنسمع كلام الناس. انا بتكلم التربيه اللي بيتربوها دي جايين بيها من اي دين صراحه، يعني اذا كان الاسلام نفسه زي ما كرم الرجل كرم المراه، بل بالعكس وجعل المراه كلام كرامه عاليه جدا. ودايما في الدين الاسلامي بنجد ان الرجل مهمته ان يسند مش يسند، تبقى المراه دي بالنسبه له يعني يوفر لها كل متطلباتها بالظبط. فاللي هو انت تربي انتوا بتربوا ولادكم على اي اساس وعلى اي دين؟ لما اجد ان الزوج يعامل زوجته على ان كلمته هي اللي لازم تمشي في البيت، طب ما هو في مشوره زي ما حضرتك قلتي. لما اجد ان حتى الولد وهو صغير دايما بيسترجل على اخته وعايز يمشي كلمته عليها وراحه وجايه، واخته لو اتاخرت ممكن يضربها،
في حالات كتير وهو بنعيشها، احنا يتأخر بنتكلم بره. من ارض الواقع. لكن لما تيجي البنت ما تاخرش وحضرته يرجع الساعه 2 بالليل، طب ايه؟ والبنت المفروض هي اللي تعمل كل حاجه في البيت. لا انا بشوف اسر وهو ما فعلا، يساعدهاش. انا بشوف اسر لا مامته تقول له ايه، لا البنت هي تعمل كذا وانت تقعد باشا. انا بشوف امهات كده فعلا. لا وبشوف ناس تانية بصراحه، عشان برضو نكون عادلين في النقطه دي، بشوف امهات بتبقى عندها بنت وولد بتوزع مهام وشغل البيت بالتساوي ما بينهم هما الاثنين. الولد ده لما هيكبر ويجي يتجوز هيساعد مراته لما تكون تعبانه، مش هيغصب عليها انها تقوم وتعمل حاجات وهي تعبانه، لا هيكون عنده وعي ان هي دي تعبانه، فمن واجبي ان انا يكون عندي رحمه. دايما بقول اي علاقه في الدنيا مش بتتبنى اساسها على الحب، ولكن اساسها بيتبنى على حاجتين، الموده والرحمه. لو تواجدت الموده والرحمه ما بين الطرفين خلاص يبقى كده الاساس اللي انا بنيته صح. اما احنا مشكلتنا بنفضل طول فتره الخطوبه حب وكلام وهنجيب كذا بكام وهنجيب كذا منين، وفي الاخر كل ده بيتهد. ليه؟ لان الاساس اللي طلعنا بيه في العماره او في البيت ده كان غلط اصلا من البدايه، فدي كارثه طبعا. الكذب ايضا يعني نوع من اسباب العناد، الكذب والخيانه الكذب. وال لما اجي اخد اتكلم والشك في الكذب الاول، يعني دايما الرجل قبل ما يتزوج هتلاقيه بيوعد الست بحاجات كتير جدا وبيكذب عليها، هعمل وهعمل وهعمل. كنا لسه بنقول في البدايه فعلا كده. وبعد كده الست تلاقي ان كل اللي كان بيتقال قبل الزواج ده كله كذب في كذب. طب راح فين؟ للاسف لما بنيجي نكتشف الكذب بعد الزواج بنبقى احيانا وصلنا لمرحله ان الزوجه ممكن تكون خلفت اولاد. طب العمل ايه؟ العمل بقى هنا، هل الكذب ده بيكون في ايه؟ يعني هو بيكذب عليها كمفهوم بقى رايح ناحيه الخيانه، ولا كذب في ايه؟ وهو بيكذب عليها دايما لما بيجي لي مشكله، ممكن ايه مفهومك لما واحده مثلا بتجي لي تقول لي زوجي بخيل، ايه مفهومك عن البخل؟ زوجي خاين، هو بيعمل ايه؟ طب مش جايز انا اللي الشك عندي عالي قوي فمتخيله فعلا ان هو بيخني؟ ايه مفهومها عن الحاجه اللي حاطه جوزها في دماغها دي؟ بتيجي تلاقي ساعات في النهايه ان هو مثلا ظروفه مش سامحه ان هو يجيب لها الحاجه، او هي عينيها مثلا مش مليان، او يعني اسباب كتيره جدا. فهنا بقى بناخد هنا المفهوم، وايه اللي حصل خلاكي توصلي للمفهوم اللي في ذهنك ده، عشان تقدري تعالجي المشكله. لازم تعرفي هي المفهوم ده اتكون من ايه. ما هو اي فكره بتيجي في دماغنا بتيجي عن طريق مواقف، فالمواقف بتولد مشاعر افكار وسلوك وهكذا. طيب انا معايا مداخله تليفونيه من دكتور اسلام الازاز من علماء الازهر الشريف، اتفضل يا دكتور اسلام. السلام عليكم دكتور اسلام. طيب بنعتذر لحضرتك يا دكتور، ويا ريت تحاول اتصال بينا مره تانية. في حالات ايضا يعني بتشتكي دايما ان لازم لما بتعمل اي حاجه في البيت لازم الزوج يعني ما تعملهاش من غير الرجوع للزوج، لدرجة ان حتى زيارة اهلها لازم تستأذن منه. طيب مش بس كده، هي يعني ما تكلمش حد، ما تقفش في بلكونة، مش عايزة اقول الافوارة اسمها ايه، التحكم الشديد او التحصن الشديد. ده طبعا اصلا مش بيبان في فتره الخطوبه خالص، يعني معظم العلاقات مش بيبان الكلام ده في فتره الخطوبه. هو بيبقى في فتره الخطوبه عادي خالص، تعالي لي بقى البيت مفيش كذا ومفيش كذا مفيش كذا. فهنا بقى انت متقبله ده ولا مش متقبله ده؟ انا متقبله خلاص، انما انا مش متقبله وهفضل اعاند معاه يبقى هو هيعاند معايا، يبقى البيت ده خلاص شكرا، البيت ده خلاص اتهد. فالحل هنا ان انا ابقى عارفه مفتاح زوجي ايه. انا ارجع لي تاني الاتصال دكتور اسلام، معذره على المقاطعه. دكتور اسلام ازاي حضرتك؟ الله يسلمك، ازاي حضرتك يا دكتوره هنا؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ الله يسلمك، وازاي القناه الجميله والبرنامج الجميل. ربنا يبارك فيك يا دكتور، ودايما منورنا كده باتصالاتك. احنا بنتكلم عن العناد ما بين الازواج، فعايزين نعرف سبب العناد بين الازواج في الشريعه الاسلاميه وحكمه ايه يا دكتور؟ سبب ايه؟ العناد ما بين الازواج. العلاج. العناد. العند بين الازواج. العناد هو حضرتك في البدايه ان العناد دي اساسا من طبيعه البشر او من بعض البشر، يعني من صفات بعض البشر. لكن الاسلام طبعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحد من الموضوع ده كتير بالمواقف اللي هو كان بيعملها مع ازواجه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان في غيره بين الزوجات، وكان عارف ان في عناد بين الزوجات،
فكان بيحاول يتقبل بعض الامور علشان ان هو يفادي الامر ده. تمام. لكن لما نيجي نبص في حياتنا احنا بقى بنفعل واحده، يعني احنا ممكن بكلمه واحده موقف العناد يعدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو الاستاذ والمعلم والمربي والقدوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتفادى الامور ولو هيجي على نفسه. يعني نتذكر موقف للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند بعض زوجاته، كان عند احد زوجاته وارسلت الاخرى له طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر الى هذا الموقف لما وقع الطعام على الارض وكسر الطبق الى اخر كل ذلك، لما النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ما كسر وارسل معه يعني طبقا صحيحا سليما غير مكسور. وفي قصة تانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، يعني عارف إن في غيرة وعارف إن في عناد، لكن هو العلاج الشرعي اللي يعتبر الوحيد إن إحنا نتقبل الأمر وإن إحنا نحاول يعني نتفادى ونيجي على نفسنا علشان الدنيا تمشي يا دكتورة هنا. وأكيد حضرتك زوجة وعارفة إن مفيش بيت خالي من المشاكل. أكيد. ومفيش بيت في الدنيا كلها خالي من المشاكل، بس هو اللي يجي على نفسه بس ويتقبل الأمر الثاني يعني. تمام. اشكر حضرتك يا دكتور اسلام، وانا عارفه ان حضرتك يعني مستعجل ووراك بعض الاشياء اللي حضرتك، يعني احنا اسفين ان احنا عطلنا حضرتك، وشكرا جزيلا على المداخله الجميله دي، واشكر حضرتك جدا يا دكتور اسلام. هو قال حاجه جميله جدا ان تعدد الزوجات، الغيره بتؤدي ما بين الزوجات للعناد احيانا. يعني وذكر حاجه برضو جميله كده، القصه بتاعت السيده عائشه لما السيده حفصه بعتت اكل للرسول وكان قاعد مع اصحابه، وبعدين قامت السيده عائشه وراحت برجليها يعني زي حطبق واتكسر. كان هم انواع الجلد الغيره. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غارت امكم. فالفكره اللي قام ضربها اهو الرسول لو حد غيره كان قام مدحها علقه، ولا مثلا قام سبها او غيره. ان احنا دايما نقرا في الدين وفي مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو بالنسبه لينا كلنا قدوه، فلازم ان احنا ضروري جدا ان احنا يعني ناخد بالمنهجيه دي، ان احنا دايما نقرا في الاديان وازاي ان انا اتعامل، وايه اصلا حقوق الزوجه لما هتعامل مع مراتي او لما هتعامل مع زوجي، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في الكتب السماويه وفي الاحاديث وهكذا. فالدنيا بتختلف تماما تماما. لا، احنا دايما بنمشي الكون على مزاجنا، احنا بنمشيه على المفاهيم اللي اتربينا عليها. بالظبط كده، على اسلوبنا. مش بالدين خالص. لا لا، قله قليله لما تلاقي الازواج بينهم تفاهم وبينهم موده وما بينهم المنهجيه بتاعه الرسول صلى الله يعني عليه وسلم. يعني حتى تعدد الزوجات، لما اجي اتكلم عن العناد، ان انا كان عندي بعض الحالات الزوج اللي هو دايما متزوج اتنين، ففي زوجه خدت كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، املاكه كلها، فلوسه كلها، وزوجه اخرى مع ان دي مخلفه اولاد ودي مخلفه اولاد ما خدتش ولا حاجه. الزوجه الاولى مطلقه ومع ذلك بعت اللي ورا واللي قدام، الزوجه الثانيه مش مطلقه ولكن دايما يقول لك فانا قاعد معاكي. طب ما هو معلش هي اكتسبت ايه وانت قاعد معاها؟ الحاله دي عندك ممكن تشخصها ازاي؟ بصي، اولا ربنا سبحانه وتعالى قال في الحاله زي كده ان احنا لازم نعدل ما بين الزوجتين. طيب، هو دلوقتي معظم على فكرة الحاجات اللي الواحد بيسمع عنها في الحاجات اللي حضرتك بتقولي عليها دي، هتلاقي دايما اللي بيرجع لها في الأول دي الزوجة الأولانية، والتانية اللي أخدت كل حاجة دي دايما بتبقى الزوجة التانية، وممكن احيانا بتبقى العكس، ولكن يعني بالظبط كده يعني العكس صحيح، ولكن الواحد بيسمع أكتر الحالات زي ما بقولك كده. دايما الرجالة بتحب، عارفة اللي هو ايه، انا ببقى نفسي قوي ان انا اكل الاكله دي، فلما باكل منها بشبع خلاص. فخلاص انا شبعت وكده، فبزهق عايزه ادور على اكله تانية. وخصوصا دي بتحصل في الزوجات اللي هي مش بتغير من نفسها، دايما الراجل بيحب الست الفرفوشه اللي بتضحك اللي مش عارفه ايه، ما تحسسهوش ان انت دايما اللي هو يجي من شغله بالضغط بتاعه فيجي يلاقي برضو ضغوط في البيت. لا، حاولي ان انت كمان تشيلي المسؤوليه معاه، حاولي ما تحسسيهوش بالشك بالكذب بالمشاكل بكل ده. فالراجل لما بيرجع البيت ويلاقي فيه نكد فيه مش عارفه ايه، خلاص ههرب. طب ما هو الراجل ماشي، احنا قلنا ان مش لازم الزوجه اللي تكون سبب النكد، وفي اغلب الاحوال بيبقى الزوج. تمام. احنا اتكلمت قبل كده على خرس الزوج، ان ما فيش اصلا حوار ما بينهم، او الضغوط بتاعه الحياه، فان كل سبب بقى العناد بسبب المشاكل. بصي، طيب اي حاجه دلوقتي من الحاجات دي، عدم العدل، ما هو الراجل برضو انا شايفاه في كل الاحوال هو المسؤول، في كل حالاته هو المسؤول.
هو المسؤول، لان انا شايفه ان دايما شوفي انا كنت لسه المركب بقول هو لك قبل القبطان بتاعها المداخله، الزوج. كنت لسه قبل المداخله بقول لك ايه، كل واحد مننا له مفتاح، اللي اخذت منه املاكه دي عرفت المفتاح بتاعه فين، فعرفت ان هي تكسب كل حاجه من وراه، فلازم كل واحد يكون حذر من الحته دي. هي عرفت نقاط الضعف بتاعه وعرفت ايه هتدخل منين، فدخلت على طول من السكه دي. عشان كده دايما بنعلم الستات في الاستشارات وكده، ان انت لازم تعرفي ايه هي المداخل بتاع زوجك وايه هي المفاتيح بتاعه. ما تجيش مثلا هو جاي من بره، ابنك عمل كذا وفلان جارنا عمل كذا و و و و، ساعتها هيسيب لك البيت ويمشي، اما هتعمل مخانقه، هو هيضربك او يمد كان ايدك. عندي بعض الحالات بتقول لي يعني هي نفسها ان الزوج يسيب بيتها ويمشي لازق لهم ده لزقه. على فكره انا مستغرب بصراحه. خصوصا موضوع الكورونا بقى وكده. انا ما بيسيبوش البيت دلوقتي، ما تقلقيش. طيب برضو عايزه اقول لحضرتك، انت قلتي ان المفتاح، فلما طب اتعامل ازاي؟ اعرف ازاي ان ده مفتاحه؟ يعني ايه اللي يخليني اوصل ان العناد ده سببه كذا فتجنبه، او سواء من الزوجه او من الزوج، اتعامل ازاي عشان اعرف المفتاح اللي اعرف امشي بيه الحياه الزوجيه؟ طيب اولا موضوع العند ده هي كارثه اصلا، لما بتكون خصوصا عند الزوجين، وممكن تكون عند زوج فبيكسبها لزوجته، تمام كده، اللي هو انت بتعاند معايا، فتبدا تروح تقول ايه لصاحبتها ده بيعمل معايا كذا، طب فتاخد بقى طب انا هقول النصيحه. لحضرتك على حاجه معذره برضو. في زوجه كانت دايما بتشتكي من عناد زوجها، تمام، انه على طول الخط معاند ومعاند في الغلط. يعني مثلا تقترح ان هما ممكن يعملوا حاجه، هو يعمل عكسها، يطلع هو اللي فاشل تماما فيها. الزوج شاف ان هي على صح، الزوج شايف ان هو لما بياخد او بيمشي رايه في البيت هو بيبقى صح، ولكن بعد كده بيكتشف ان هو فاشل واخطا. الطريقه مع الزوج ده تبقى ازاي؟ هل هي طريقه عدم النقد؟ لا استني بقى، طيب خلاص مفيش، يعني مفيش تحمل، تلجأ للطلاق او الخلع ولا تعمل ايه؟ يا جماعه احنا دايما بنقول الطلاق ده اخر حاجه نستخدمها واخر حاجه نلجأ ليها. احنا عندنا دلوقتي كتب، وعندنا دلوقتي فيديوهات ماليه الدنيا، وعندنا دلوقتي الاخصائيين النفسيين واستشاريين بتاع الاستشاري الاسري واللايف كوتش ماليين الدنيا. مش عيب خالص ان انا اقعد اقرا وان انا استشير ناس وان انا اروح اخد كورسات عشان ان انا اعدل من حياتي، ده مش عيب خالص. بدل انا ما عنديش معلومات في الحته دي، يبقى ضروري جدا ان انا اكتسب معلومات عشان الحياه بتاعتي تستمر، تمام كده. الجأ للطلاق لما بتكون الحياه مستحيله، مستحيله بمعنى الكلمه. يعني في ستات فعلا بتروح تاخد وتقرا ومش عارفه ايه، وتاخد تحضر كورسات وكده عشان تحسن الحياه، وهو ما فيش رجا، وهو دايما يضربها ويهينها و و و، مهما عملت معاه خلاص هو عامل لها حيطه سد، هو انا كده يعني كده مهما عملت معاه مفيش. ساعتها احنا ممكن ساعتها في الحاله دي ممكن كده يبقى الحياه كده مستحيله، وخصوصا لو في ضرر على الاطفال، لان طبعا اي مشكله بين الزوجين يعني للاسف اكتر مع من برضو 90% لازم نعرف بين المشاكل الزوجيه والعناد والنكد تاثيره على الاطفال بيبقى ازاي. كتير جدا، انا معظم المشاكل للاسف اللي بتجيلي والله والله سببها الاب والام. انا اول ما الام بتجي تشتكي لي مثلا تقول لي ابني عنده انيورسيس اللي هو التبول اللا ارادي، ابني عصبي، ابني عنيد، ابني عنيف، كل المشاكل دي اول سؤال انت بتضربي ابنك ولا لا، بتتعصبي قدامه ولا لا، تالت حاجه بقى هل في خلافات زوجيه بتحصل ما بينك وما بين باباه قدامه ولا لا. طبعا الاطفال بيخزنوا كل حاجه، يروحوا يناموا يحصل لهم مشاكل تبول لا ارادي، مص صوابع، يجوا يتعاملوا مع اصحابهم في المدرسه يبقى ضرب. ليه؟ لان هو بيشوف باباه بيضرب مامته فبيتعلم السلوك ده، بيشوف مامته صوتها عالي فهو كمان بيتعلم السلوك ده ان هو يبقى صوته عالي. فكل المشاكل اللي بتحصل بين الاب والام لازم تبعد عن الاولاد. ولو حصل طلاق ما بين الزوجين، دايما بقول في كل حلقه بتكلم فيها على العلاقات ما بين الزوجين، يا جماعه لازم نفرق ما بين حاجتين، اب وام وزوج وزوجه. زوج وزوجه ما بيننا خلافات، ما بيننا قواضي، ما بيننا اي حاجه، بعيدا بعيد تماما عن الاولاد، عن الاولاد ما ندخلهمش في مشاكلنا. بالظبط كده، خاصه ان ده بيأثر عليهم سواء في المراحل الدراسيه او في المراحل نفسيا العمريه كثير. وسلوكيا بالظبط كده، بيعزف عن الزواج بسبب ان انا بابا كان بيضرب ماما فمش هتجوز، والعكس سابتنا. في كمان آية جميلة بتقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل.
وفي برضو آية جميلة أحسن بتقول: وإن تفرقا يغني الله كل من سعته. ده من وجهة نظري. أشكرك أستاذة أمنية عبد الرازق، أنا حلقتي خلاص انتهت. أستاذة أمنية عبد الرازق أخصائية تعديل سلوك، نورتيني النهاردة في حلقة أنت ثروة، وكل المعلومات اللي حضرتك قلتيها كلها ثروة بجد، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى. وأشكركم مشاهدينا، واستنونوا حلقات تانية وأنت ثروة.